مشاهديني الاعزاء، اهلا معكم ساره سيد. فيديو النهارده قبل ما تتفرجي عليه هاتي كوبايه شاي او كوبايه بيبسي كده، عشان الفيديو طويل. طويل ليه؟ عشان هوريكم مشتريات الجديده اخيرا لتنظيم الدولاب، وعشان نظبط الدولاب لازم نشغل دماغنا شويه. قعدت احاول محاولات كتيره، ودي النتيجه اللي انا طلعت بيها اللي انت هتشوفها في الفيديو النهارده. فتعالوا بقى نشوف اول حاجه شغلت دماغي فيها واشتريتها كانت ايه. البوكسات دي الثلاثه دول بيتباعوا مع بعض، الثلاثه 85 جنيه. الماتيريال بتاعتهم حلوه، بلاستيك. انا كنت بدور على منظم بلاستيك يكون بغطا علشان هحطه على ستاند خارجي، واغلبيه اللي بيتباعوا من غير غطيان علشان بيتحطوا في الادراج. طيب مقاسه 32 سنتي. طبعا انا جه في دماغي ان انا اقيس لكم المقاس عشان تفهموا مقاسه قد ايه، عشان لو انت عايزه تشتريه او اي حاجه اونلاين او اي حاجه تبقى انت ايه عارفه المساحه المناسبه ليكي. وهو ثلاث اشكال، واحد فاضي خالص، والتاني مربعات صغيره، والتالت مربعات مستطيله كبيره شويه. عشان ايه احجام الحاجه؟ هي في الاساس بوكسات للملابس الداخليه، بس انا مش هستخدمها للملابس الداخليه، انا هستخدمها لتنظيم الهدوم بتاعتي وكده. هتشوفوا دلوقتي معايا ايه انا هظبطهم ازاي وكده، اصبروا معايا كده ايه. بس هاتي كوبايه الشاي بس عشان ايه يعني تظبطي دماغك كده. طيب اول حاجه انا وريتها لكم، ماشي. تاني حاجه المنظم ده، المنظم ده هو بتاع شرابات وكده، بس انا بحط فيه الطرح الشيفون بتاعتي او الحرير اللي انا بخاف عليها. حلو قوي، بيتحط فيه شماعه من ورا. هو شكله ضعيف قوي بس هو في الحقيقه مش ضعيف، البلاستيك ده مش ضعيف اصلا وعملي، وبيبين لي كل حاجه بقى قدامي، يعني ما اقعدش بقى اطلع واجيب وودي. هتشوفوا دلوقتي المهزله اللي حصلت من غير المنظمات دي، مع اني كنت منظمه بس ايه مشغلتش دماغي قوي، بس حاولت ان انا انظم بتشغيل دماغي النهارده. طيب دي بقى الشماعه دي انا شاريها من ايكيا، هي للشرابات، بتتحط في الحواجز دي او بتتعلق زي ما انا بفهمكم كده. المهم بقى انا كنت شاريها ب 20 جنيه، والمنظم الاخضر اللي فات كان ب 15 جنيه، فهي اسعار اقتصاديه وهو ده اللي انا محتاجاه. طيب هنيجي بقى للمشتريات القديمه اللي انا استخدمتها قبل كده. المنظم ده بينظم فيه البناطيل، بس انا نظمت فيه الجيب الستان علشان تبقى مفروده وكمان احافظ عليها. كان الواحد ب 30 جنيه، وهو عملي شويه بس ساعات الحاجات دي بتتزحلق. ده بقى منظم بيتحط فيه شماعات، بتحط فيه قمصان او تيشيرتات، بس انا استخدمته للطرح زي ما انتم شايفين كده، علشان انا لما استخدمته للتيشيرتات كان تنح معايا شويه وتقيل فما حبيتش الفكره. طيب المنظم ده اللي انا اشتريته قبل كده اهو، ده انا مستخدماه بقى بقاله سنتين عندي، حلو قوي اهو، بيتحط فيه شماعه. بس شايفين القطعه دي؟ الشماعه دي مش هي اللي قطعتها، الشماعه اتقطعت من الشماعه كانت حديد، فانا حطيت شماعه مبطنه، فانت حطي شماعه مبطنه عشان نحافظ على الايه على الستاند. المنظم ده حلو قوي، بس انا استخدمته فباين قوي اهو ان الكرتونه وقع شويه عشان كنت حاطه فيه حاجات تقيله، فانا خفت عليه بصراحه عشان بحبه، فقلت هنظمه بتنظيم تاني. عندي برضو المنظم ده حلو قوي، حاطه فيه بقى اللي حاطه فيه الحزمه والكابات وكل حاجه. بصوا في واحد بيقطع رخام تحت البيت فصوته مزعج شويه، فاستحملوني واستحملوه ربنا معايا ومعاه، عشان انا ايه يعني اكيد مش هقطع الفيديو عشان ده خامس مره اقطع الصوت، خامس مره فعلا. المنظم ده بتاع نظارات، طبعا باين ان فيه تراب عشان احنا عندنا عاصفه ترابيه، وده ستاند خارجي ف يعني لسه هنضف بقى. طيب احسن حل عملي انا جبته للدولاب هي البوكسات دي، علشان الهدوم كانت بتقع على المجره دي وبتتقطع، فده كان حل عملي قوي. طيب هنبدا بقى باول حاجه هنظم بيها هي البوكسات دي. هشيل بقى الاستيكر اللي فاضح الدنيا ده اهو، شلت كل حاجه، وهبدا بقى ان انا انظم الهدوم بتاعتي فيه. طبعا وانا بشيل بقى الحاجات دي انا كنت لسه مش عارفه انا هحط ايه ومش هحط ايه، انا بقعد احاول محاولات كتيره اشوف المقاسات. شايفين بقى البوكس الرهيب ده؟ ده انا كنت منظمه فيه الهدوم فعلا اهو، ده بغطا وكرتون وكل حاجه، بس فجاه الحاجات بتتحط على بعضها، شرابات على طرح على طواقي على اكياس على هدوم. بصوا على بصوا شايفين الكياس دي؟ دي طرح جديده انا شارياها، بس من كتر ما الحاجات فوق بعضها فتحس ان انا علقت على طرحه سودا واحده بره وسبت الحاجات بتاعتي. طبعا انا فضيته كله اهو، وهبدا بقى ان انا انظم الدنيا كلها. طب البوكس ده انا هستخدمه في ايه؟ هستخدمه ان انا احط فيه اكياس شي ان اللي فيها الهدوم. طبعا دي مش مشتريات شي ان كلها، دي حاجات يعني بص الكيس ده مثلا فيه قطعتين بلوستين مثلا حارين انا بخاف عليهم فبحفظهم في الاكياس، فانت ما ترميش الاكياس بتاعت شي ان دي نهائي، حطي فيها الحاجات اللي انت بتخافي عليها. شايفه ده مثلا ده مثلا شال كروشيه بخاف عليه ان هو يتنتش، فحطيته في شنطه من شي ان، تمام. فمش لازم يعني حاجات شي ان تحط في حاجات شي ان. طيب بحط بكا يا نهار ابيض، بحط فيه كمان الحاجات اللي بتوبر
زي السويت شيرتات والبروفلات. انا جبت مكنه الطوابير، مكنه الطوابير، انا جبت مكنه ازاله الوبر، هوريها لكم في الفيديو ده. هما انا كنت عامله ريفيو عليها على الانستا، بس ايه هوريها لكم هنا كمان عشان ايه ابقى عملت اللي عليا معاكم وعرفتكم انا ازاي بشيل الوبر من الهدوم. طيب هنخش في الموضوع بتاع التنظيم. انا تيتا الله يرحمها علمتني، مش هي اللي قالت لي يعني، اتعلمت منها لما كبرت. افتكرت هي كانت بتعمل ايه، كانت بتمسك الطرح بتاعتها الحرير بتاعت زمان وكانت بتعملها رول كده، بتقعد تعملها حركه اسطوانيه. كنت بقعد اقول ايه، كنت صغيره وعيله صغيره مش فاهمه اي حاجه، كنت اقعد اقول ايه عندها طولة بال قوي كده ومش عارف ايه. في الاخر خالص انا عملت زيها بالظبط، ويعني من يعني ربنا يرحمك يا رب، يعني هي ما قالتليش، انا كنت بشوف دولابها زمان فعملت زيها فعلا بالظبط، وحسيت ان ده الحل العملي فعلا ان انا احافظ على الطرح بتاعتي اللي انا بحبها. فيعني يعني ممكن انت تاخدي بالك من حاجه تتريق عليها، في الاخر خالص تلاقيها هي فعلا مفيده. دي بقى الشماعه العبقريه بتاعت ايكيا اللي بيقولوا عليها، فاحنا هنجربها مع بعض دلوقتي هنشوف عبقريه ولا لا. طبعا انا بحب الشرابات قوي، وبحب الشرابات الطويله، ما بحبش الشرابات القصيره، علشان لو انا لابسه بنطلون قصير البس عليها شراب فما رجلي ما تبانش، وفي نفس الوقت ايه تبقى الدنيا كويسه فاهمين. لكن لو لبست شراب قصير فده مش حاجه كويسه على البناطيل اللي طالعه الايام دي. طيب انا بدات ان انا احطهم كده، ويعني حطيت كل حاجه، بس انا بقى لاحظت حاجه، لاحظت ان انا خايفه على الشراب يتنتش. ما هو الشراب شايفين انا بحشر فيه ازاي، فانا بمط في الشراب، فانا خفت على الشراب بصراحه، وانا ما بحبش شراباتي، فاكيد انا مش وده بقى الشراب لسه جايباه جديد. فبصوا كنت هحطه، وبعد كده فكرت لثانيه ما ان انا خفت عليه فرحت حطيته كده. فالشرابات ده مش حل عملي قوي للشرابات، اللي انا دي كده اعلقها زي ما انتم شايفين كده احسن. لكن احط بقى في الحته اللي بيتزنق فيها الشراب دي شرابات خفيفه ما بخافش عليها. طيب مكنه ازاله الوبر اهي اشتريتها، قعدت ادور عليها كتير عشان كنت عايزاها اللي بالشحن، عشان اللي بالحجره دي الحجره تخلص مني على طول وانا كسوله. المهم بقى ان انا بدات ان انا اجربها معاكم، دي كانت اول مره اجربها في فيديو، فقلت اشوف كده كنتش عارفه استعملها ازاي. بعد كده يعني كنت بعملها بحركه دائريه ما كانتش بتشيل، بعد كده اكتشفت ان انا اعمل كده بس وخلاص. طبعا لازم ادوس شويه علشان الوبره تروح، ودي كانت النتيجة بصراحة، هي حلوة وكل حاجة. تعالوا بقى نشوف الوبر كان فين، علشان انا في كذا نوع. طيب انا فتحت اهو، طبعا بوريكم بالتفصيل الممل، طبعا انت معاك كوباية الشاي عشان ما تزهقيش. طيب هو انت عملتش لايك واشتراك عشان بس ما انساش. طيب انا بقى نظمت زي ما انتوا زي ما بوريكم كده، الصندوق الاول حطيت فيه البندانات، الصندوق الثاني حطيت فيه الطرح طبعا مع تناسق الالوان، عشان انا فنانه فالفن بيضغى عليا بيبان عليا قصدي. وده الطرح اللي هي الحرير الصغيره يا دوب دخلت في الصندوق، انا فرحانه بالنتيجه دي الحمد لله، يا رب بس ما بهدلهوش. دي كان اول حل عندي للتنظيم الطرح. المنظم ده بقى حطيت فيه التيشيرتات بتاعتي بتدرج الالوان. بصراحه تدرج الالوان مفيد لسببين، اول حاجه الشكل، تاني حاجه ان انا ببقى عايزه البس اسود اروح للجزئيه السوداء على طول، عايزه البس ابيض اروح للابيض على طول، مش هقعد اعمل بقى ادور هنا وهنا. طيب انا ازاي بخلي الدولاب ريحته حلوه؟ عارفين الفواحات بتاعت العربيات دي بجيبها من السوبر ماركت، او بجيب اللي هو ده، بس طبعا انا حطاها تحت فباين عليها ان هي مطربه، بس دي ما بتطلعش ريحه قوي، اللي بيطلع ريحه فعلا اللي هي بتاعت الفواحات. طبعا مش عايزه اقول لكم في اخر الفيديو ان لازم يكون الشماعات شكل بعضها، وانا بحب الاستانلس عشان لو باظت بلحمها من فوق عادي، فعمليه بالنسبه لي. كده الفيديو بتاعي خلص، وما تنسيش اللايك والاشتراك، وشجعوني شجعوني شجعوني. اللي انت بتشوفيه دلوقتي ده نبذه مختصره عن بقيه الفيديو، بس كملي معايا الفيديو ما تخافيش، اوعي تخافي. طبعا كنت بدور على اي بلوفر يكون مقاسي بالظبط، ما كنتش جايبه بالكحكه وكيس الشيبس اللي في ايدي دول، عشان كنت بفطر بيهم الصبح، عشان انا كنت جايه من السفر اصلا، حسيت ان انا حاسه بشويه هبوط كده، فقلت الحق نفسي. فضلت افكر طبعا اشتري بلوفر ولا لا وكده، فكنتش عارفه اشتري ولا لا. بعد كده بقى ابتديت اتفرج على حاجات تانية طبعا، عشان انا برضو كنت مجهده جامد، فما دورتش على ستاند، لكن لو انت عندك طاقه
عيشي حياتك بقى. في كان يعني كان في حاجات حلوة كتير، وكان في أسعار حلوة كتير، في من 35 لحد 120 استندات في الشارع، في بقى لبس في كل الأنواع. ده بقى الشارع اللي هو لما أنا خلصت الشارع بقى اللي هو بتاع شركة الكهرباء، طلعت منه هتلاقي الكوبري ده بيبقى فوقينا اهو، هتفضلي بقى ماشية تحت كده لحد لما توصلي عند شارع زكي السميك. فضلت بقى اتفرج برضو واشوف هعمل ايه، علشان اشوف انا هعمل ايه في حوار التحدي اللي انا قلت عليه ده،